يعني على طول أنا أول ما شفت الصور كتبت ولحنت هالأغنية. بألف ليلة وليلة، بألف ليلة وليلة، ويا طير الطاير رايح عالدرين، تحميك عيوني وتصونك عينا، والله يا مسافر شعلالي هالغيرين، فلسطين بلادي حلوية باشا. سعيدة إني مشاركة في مهرجان جراش، ويعني كانت الأجواء لطيفة، وبدي أشكر إدارة المهرجان على هذا التنظيم اللطيف. طبعا هذا مهرجان ببلدي الأردن، وأهم مهرجان بيصير بمملكتنا، فيعني كان من المهم إنه إحنا نشارك فيه. يعني هاي النسخة فيها روح مختلفة، يمكن الظروف اللي عم بمر فيها، يعني خلينا نحكي شعبنا الشقيق ظروف صعبة، ولكن احنا يعني إدارة المهرجان خصصت جزء كبير لدعم اللي عم بيصير بفلسطين، وهذا الشيء اللي حفزنا انه احنا نكون موجودين ونشارك، لانه الفن بالنهاية رسالة، واحنا عم بنوصل كمان بصوتنا تراثنا وقضيتنا وهويتنا وثوبنا وشكلنا الحلو. بحب حبيتك بالثلاثة حاليا ومعاك طبعا، وبحبوا الأغاني التراثية الأردنية والفلسطينية لأني أنا كتير بغنيها. يا مرحبا بنت الحسين هاشمية أميرتنا. سمو الأميرة إيمان، بدي أحكي ألف مبروك، بدي أبارك لصاحبي الجلالة ألف مبروك، وصراحة يعني فرحتنا كبيرة بقدوم سمو الأميرة إيمان، ويعني على طول أنا أول ما شفت الصور كتبت ولحنت هالأغنية.